وللحديث أكثر معنا عبر الهاتف الكاتب سعيد محمد، مشرف تحرير الملاحق بصحيفة البلاد، الفائز عن فئة أفضل تحقيق صحفي. بداية نبارك لك هذا الفوز، وهل حدثتنا عن أهمية هذه الجائزة بالنسبة لك؟ أسعد أوقاتكم بكل خير أحبتي وزملائي والأعزاء المشاهدين. هذه فرصة مباركة صراحة رائعة بروعة مملكة البحرين وقيادتها وشعبها الكريم الوفي وإنجازاتها. في الحقيقة هذا يوم مميز لكل صحفي وإعلامي وكاتب ومثقف ومؤلف ولكل مواطن بحريني ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة يحقق جائزة في مجاله، لا سيما جائزة بمستوى ومكانة جائزة رئيس الوزراء حفظه الله. أعلى مراتبها بالنسبة لنا يا أستاذ العزيز عاملين في الصحافة والإعلام هي العطاء الفكري والثقافي، الجهد المخلص للوطن العظيم وإنجازاته، وكما تعلم نعلم جميعا في الإعلام وغير الإعلام مشروع الإصلاح الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عبد آل خليفة حفظه الله ورعاه، إلى ملامح تطور وتقدم في كل المجالات. تأكيد يأتي مجال الفكر والثقافة والتأليف والإنتاج الفكري والإعلام في مقدمتها، فلذلك هذه الجائزة لها وقع خاص ولها مكانة في نفوس الجميع. تفضل. الكاتب سعيد محمد، مشرف تحرير الملاحق بصحيفة البلاد، شكرا جزيلا لك.